أحمد المعروف بابن سمعون الإمام واعظ عصره وفريد دهره الحبر الجابر قطب زمانه كنيته أبو الحسين. الله من كراماته الباهرة قال أبو طاهر بن العلاف حضرت أبا الحسين بن سمعون يوما في مجلس الوعظ وهو جالس على كرسيه يتكلم وكان أبو الفتح القواس جالسا بعد لا جنب الكرسي فغشيه النعاس فنام فأمسك أبو الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتح ورفع رأسه وقال له أبو الحسين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومك فقال نعم فقال أبو الحسين لذلك أمسكت عن الكلام خوفا أن تنزعج وتنقطع عما كنت فيه. يعني هذا واحد شاف النبي واحد كشف. شلون عرفوا هذا صاحبه هم كرامة هذه في بلد اسمه سمعنا الله مثل اسمه السلامية الله هذا يعني يعتبر شاف النبي منام ولا يقضم مولانا إذا غفوة لا الثاني اللي أخبره هذا لا لا هو لما أخذ غفوة تعتبر عندكم العلماء يعني رؤية يقظة ولا منام كلمة عندكم لا يعني أنت تحللها شنو كثير من الناس يكون كده يعني العدي بيقول لما جه الأعرابي ودعا عند المسجد عند الباب وقال يا خير من شفنا بالقاع العالم فطلب من تبين القاع والمسجد هذا الرجل العدي يقول أخذتني خصلة من النعال شكرا شكرا شيخ يا رب.